بالنسبه للشباب اللي بيقولوا مش عايزين ما نزلوش والموضوع ده مش عايزين ما ينزلوش براحتهم خالص جدا، خلاص هم قاعدين في البيت، احنا بنتغلب، احنا نقول مستقبلنا واحنا نقول اللي احنا شايفينه، غير كده هم مش عايزين خليهم في البيت وهم ما يتكلموش، يبقى ما لهمش اي صوت بقى. انت موظف، اسمك الاول؟ احمد عبد العاطي. احمد عبد العاطي. احمد عبد العاطي، انت موظف ولا طالب؟ لا موظف ولا طالب، انا صاحب شركه مصاريف. طبعا شركه خاصه انت اللي عاملها بنفسك؟ لا بتاعت والدي. بتاعت والدي. فعلا الاتهام مش على كل الشباب، انا شايف ان انت من ضمن شريحه الشباب، يعني مش غالبيه الشباب هي اللي ما نزلتش. مظبوط. فهم خليهم في البيت بقى، هم قاعدين يطبخوا بقى، واحنا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. هم مش عايزين يشاركوا في العمليه الانتخابيه. انت شايف اهميه العمليه الانتخابيه دي ايه؟ والله دي خريطه طريق احنا موافقين عليها من الاول واحنا بنكملها، فاحنا نكملها للاخر ونشوف هنعمل ايه بعد كده، مش احنا بنيجي في النص ونقول لا، احنا مش نقف في النص ونقول لا، هنكمل وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل، نشوف بعد كده.